يا اهلا وسهلا، اخباركم يا حبايب؟ طبعا هذه الاداه اللي استلمتها هك اليوم من البريد السعودي، والله ما صار وقت اني اشرحها، لكن هذه الاداه طال عمركم، هذه اداه اللهم صل على محمد، اداه الفرنش بريس القهوه. انا طلبتها مثل ما قلت لكم من اكس بريس، الطلب من طلب المنتج من طلب الى وصوله لي للديره تقريبا والله جلس شهر وعلى شهر وعليه، تاخر والله ما بالعاده، لكن عاد بالنهايه الاداه انا مستعجل عليها كنت. طبعا الحلو بالاداه طال عمركم انها بدون فلاتر بدون شيء، قسم بالله، وحتى طعمها لذيذ. انا جربتها قبل الله، طبعا قبل الله سنب جربت والله العدها حليله. عاد الحين اشرحها سوا، واللهم صل على محمد. مثل ما قلت لكم حلوها بدون فلاتر ابد، تحط القهوه تحط المي وتكبس كبس. الحين تشوفونها عاد انا جهز بعض الامور، بس خليت احتري البونوفيت الغلايه تصير حرارتها 90، هنا طبعا خليت الوزن 15، والبرادزا انكر هذه خليت تقريبا الطحنه على 20، يعني وسط شبه ما هي خشنه ولا هي ناعمه. هذه الاداه طال عمركم، اول شيء نطلع شو اسمه حطيت على الميزان طبعا عشان وزن القهوه والمي، شلنا هذا ينشال معك طبيعي، طبعا هي من قزاز، هذه قزاز هذه. بعدها طال عمرك تجيب القهوه هذه طحنت، شوف طحنتها تقريبا اقول لكم يعني لا هي ناعمه ولا هي خشنه، حطها طال عمركم بالاداه. بعد ما حطينا القهوه بعد ما طحناها وحطيناها بالاداه طال عمرك هذا الميزان، هنا نجيب المي وبسم الله نصب شوي شوي. طبعا على حسب الوزن، اذا حطيت 15 كل جرام 15 نفس حسبتها الاولى. الحين بعد ما عبينا المي طال عمركم خلها تقريبا دقيقتين دقيقتين ونص ثلاث دقائق على بالكثير، بعدين نجيب الاداه ونكبسها، لكن بعد بس خلوها شوي الى دقيقتين ان شاء الله نكبسها مع بعض. قسم بالله طعمها صراحه لذيذ، انا جربتها والله جربتها مره ومرتين قبل لا اشرحها. طبعا هنا حلوه الاداء صراحه حلوه والله تستاهل، اصلا حلو بها يكفيك انا بدون فلاتر، حليله صراحه وسريعه. الحين انا طبعا خليتها تقريبا دقيقتين دقيقتين ونص، بعدها نكبسها، لكن قسم بالله ريحه القهوه حلوه صراحه، هذه القهوه نوعها. نجيب هذه طال عمرك طبعا تكبسها بهداوه، ابد تضغط خفيف تنزل بسم الله، لما تجي جاي ابدا تكبس على خفيف، شوف تكبس خفيف شوي شوي. عاد هو طال عمرك القهوه ينزلها تحت وصعد عاد الباقي فوق زي كذا، خلى كل القهوه تحت شويه وبالعافيه يا حبيبي. الحين طال عمرك بعد ما كبسناها عاد بوجهك الكوب هذا، مثل ما قلت لكم صراحه سريعه بسم الله، هذه قسم بالله يا طعمها لذيذ وبالعافيه يا حبايب بالعافيه. هذه الأداة اسمها طال عمركم فرنش بريس، موجودة طبعا في أغلب المواقع.